بساطنا اندفاعية، يعني نشيطة ذكية مهذبة لكن اندفاعية شوي. اختلفت ماطمة، صرت أحسها أنه كبرت شوي، يعني أنه هيك يعني كأنه مرحلة الطفولة رح تنتقل منا لمرحلة أخرى. متوقعين كنا الحياة الآمنة المستقرة، يعني أنه في مثلا خط معين انه نمشي فيه. هلا يعني بتحس الحياه يعني فيها متغيرات كثير، بحس حالنا صرنا يعني ما بقى نعرف شو بدنا، يعني لاني يعني كل يوم بتحس في شيء جديد في الحياه. ليش عم ترجع مدرسه الاعداد في المانيا؟ لانه كان عنا بدا قصف، اجينا هون في اخف شوي قصف، اجوا لعندي كل رفقاتي وانا كثير انبسطت لانه اجوا رفقاتي وهذا كثير انبسطت لانه اجوا رفقاتي. عملنا حفله عيد الميلاد واكلنا كيك وانا عملت الكيك اي ورفقاتي، انه لعبت مع رفقاتي وانه انبسطنا كثير.